اهلا بيك يا وائل، منورنا والف مليون مبروك على النشاط السينمائي اللي انت فيه الفتره دي. طبعا النهارده البطه الصفراء، وان شاء الله 18/8 الفيلم مندوب مبيعات، وفي كمان مرعي البريمو. عايزك بقى تكلمني عن دورك في البطه الصفراء وعن الكرو والمشاركه بتاعته، ومين اول مره تشتغل معاه، وكلمني على روح العمل بقى. لا وانا بس المفاجاه ان انا مش في البطه الصفراء، انا جاي ابارك لزمايلي النهارده على البطه الصفراء. طبعا محمد عبد الرحمن صاحبي وعشره عمري من ايام الجامعه، مش من ايام كان من مسرح مصر. ابرام نفس الموضوع، عمرو رمزي جاي. بالظبط بالظبط كده. ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا يكرمهم. بصي مرعي البريمو بالنسبه لي انا، بصي انا عامل ضيف شرف في مرعي البريمو. طبعا الفيلم نزل، طبعا اتمنى ان كل الناس شافته بشكل كويس. انا بعمل فيه، انا يعتبر يعني بدايه الفيلم اللي بتقوم عليه الحدوته بتاعه الفيلم، محرك الاحداث. بالظبط يعني. بالظبط كده. ويعني اتمنى ان الناس برضه تكون يعني شاهدته بشكل كويس، ويتشاف الفتره الجايه كمان بشكل كويس. عندي ان شاء الله الفيلم. هنيدي بقى عايزك تقول لي. بص والله هو انا قابلت انا، بص مش هادي، كان مع الاستاذ احمد بدير، ما كانش مع هنيدي. بس طبعا الاستاذ هنيدي طبعا في العادي دمه خفيف جدا، هو شربات. اتقابلنا بره قبل كده من غير يعني، اتقابلنا مره من غير تصوير يعني. هو يعني دمه خفيف جدا على الطبيعه، لابق جدا في الحديث مع اي حد، طاقه بيدي تشجيع، بني ادم جميل جدا يعني. طب كان ترشيحك بقى للفيلم المرعي البريمو من مين؟ كان من الاستاذ سعيد حامد المخرج. تمام. طيب الفيلم بقى اللي انت بتستعد لنزوله، وعايزك تكلمني عن دورك فيه، وعايزك تكلمني عن المشاركه ديت، ايه المؤثر فيها بالنسبه لك ومختلف عن الافلام اللي فاتت كلها؟ بصي هو بالنسبه لي هو الفيلم برضو يعني المجموعه اللي فيه بتقول ان الفيلم يعني لايت كوميدي، سواء بيومي فؤاد، احمد فتحي، سام ابراهيم، ايتن عامر. انا بعمل شخصيه في الفيلم، شخصيه مئويه اسمها كريم، شخصيه برضو تعتبر بتحرك الاحداث، وشخصيه يعني مش عايز احرق. كريم ده بيعمل ايه؟ والله يعني هو ده الدراع اليمين الاستاذ بيومي فؤاد في الفيلم. يعني خلينا نشوف بس هو عامل ازاي وطريقته عامله ازاي، وهو بيسعى ورا ايه وبيدور على ايه، وفي الاخر نهايته هتبقى ايه. بما ان المشاركه المفروض ان هي اكترها مع بيومي فؤاد، عايزك تقول لي بقى الكواليس بينك وبين بيومي فؤاد كانت عامله ايه، وايه المميز اللي كان فيها؟ بص انا اعرف استاذ بيومي فؤاد من زمان جدا، برضو من ايام طبعا مركز الابداع الفني. استاذ بيومي يعني برضو بني ادم جميل جدا على المستوى الشخصي، داعم، حبوب قوي في الموضوع. في بالنسبه ان انت لو عندك في عايزه تيجي تظبطيه معاه، بيرحب جدا، والافيهات بتتظبط، وهو في الاخر ممكن يعني يسمع لك ان انت ترمي فيه وهو موجود، وبيفرش لك الافيهات برضه ببساطه، بس الموضوع مش معقد خالص. فيعني بني ادم جميل جدا يعني. طيب انت الفتره اللي فاتت جهودك كانت مكثفه في السينما شويه، عايزك تكلمني بقى شويه عن الدراما في الفتره اللي جايه، هل في حاجه بتقراها بتستعد لها؟ في اوريدي بالفعل حاجه انت شغال عليها؟ بصي انا خلصت حاجه قريب، فيلم روائي قصير، فان شاء الله بسعى دلوقتي ان انا اقدمه في مهرجانات كتير، من ضمنها مهرجان القاهره السينمائي الدولي. فربنا يسهل ان شاء الله، ويبقى له نصيب السنه دي في الدوره بتاعت السنه دي، وتشوفوني بشكل مختلف فيه، لان عامل فيه حاجه جديده. والفيلم بالمناسبه اخراج ابرام سمير زميلنا في مسرح مصر اللي بيمثل، فبرضه ده جديد بالنسبه له، انه تجربه انه يخرج، فبالنسبه له دي برضه تجربه جديده. فيا رب ان شاء الله تبقى تجربه حلوه، والناس برضه ايه يعني لو دخل المهرجان الناس تشوفه بشكل كويس. طيب انا عارفه ان انت المفروض في الفتره اللي جايه دي هتعرض مسرحيه في اسكندريه، عايزك تكلمني عنها. والله العرض بتاع اسكندريه ده برضو انا يعني انا وفي زميلي برضو من مسرح مصر محمد سيد علي طب، لينا صديق في اسكندريه اسمه حسام الحواري، هو بيعمل مسرح من زمان قوي في اسكندريه، هو صديق على المستوى الشخصي. فجه كلمني بالظبط، جه كلمنا قال لنا يعني تعالوا ما نعمل تجربه كده في اسكندريه كده، الناس هناك حباكوا جدا، نفسهم ان انتوا تيجوا، وتعالوا نجرب نعمل كده تجربه في اسكندريه نشوف الموضوع عامل ازاي. قلنا طبعا يعني رحبنا بالموضوع، قلنا يا ريت ماشي تعالى نعمل التجربه دي ونشوف الموضوع عامل ازاي، وربنا يسهل ان شاء الله العرض في اخر 8. اتمنى طبعا الناس برضه تيجي تنورنا وتشرفنا في اسكندريه وتشوف العرض. العرض حدوته حلوه برضه ودمها خفيف، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا وتبقى حاجه حلوه ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى لك التوفيق يا وائل، وميرسي لك جدا. ربنا يخليك، اشكرك جدا. Thank you.